مكان. هاي جايز، جيت هنا. شو الاكواب مرة حلوة. هذا امبي وايد مرة حلو. او ماي جاد، هذا البرجر لطيف مرة، ذوقك حلو. الحين انا هنا جيت لان فعليا انا ايش يرغب، قولي لهم انا ايش. ما عندها ملابس. المهم الحين جيت هنا في التخفيضات واي وانت، يعني شو بشتري تيشيرت ب 29. راح اشتري، ما تشتري من عند قسم البنات، تروح تشتري من عند قسم العيال. اكيد انا ما احب قسم البنات، احب قسم العيال. اوكي بم بم، وش راح اخذ؟ ايش رايك في البرتقالي الغد؟ بيع. جايز ما حلوة هذي، لا يا شوفوا فتحتها يا يا لا 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 اي كانت ايش حركات السبعة هذي. امبي وايد لا شو مرغد. جميلة هذه بعد. الله شوف ميكي ماوس. الله ميكي ماوس مرة احبه، عقبال ما اروح ديزني لاند. طبعا هذه ارخص شيء لقيناها، راح اخذها والله. هنا باتمان عشانها رخيصة كمان. هذه بكم؟ هنا في عروض على الكابات، قاعدة اقنعها تاخذ كاب عشان العروض. طب تخرب ميزانيتي. او ماي جاد، نروح الديرة فيها. من جد بنات هالديرة مرة شيء حريقة. اتسافر نروح الحاسب. تخيلوا جايز، كل الناس ناظر فيني لاني شايلة كام واصور بالسوق، كأنهم بحياتهم وما شافوا واحدة كلام شايلة كام. عوج في أفض يا ربو. لا حد يدخل، أنا أول شيء. هاي، اليوم جايين تحديدا وخصوصا عشان نجيب أغراض بالشيء. شوفوا فحبينا نسوي، لانه صراحة حمسونا وانا تحمست اني اسوي الوان منه، يعني الوان واو واو. شوف خارجين عن النظام عن القانون. فيها كاميرا خارجين عن القانون. يا الهي لك لك، اقول اهرب اهرب صديق، هربوا. شوف ايش قررنا ناخذ، كنا بناخذ شرب ضرب بس ما لقينا، فقلنا نجرب بالعسل. شوف بناخذ علب مويه عشان نحط فيها العسل، اخترنا ذا النوع مره كويس. خلصنا من السوبر ماركت ومتجهين بنروح ناكل ستاربكس. كوب يدي طلع حلو بالتصوير، ترى يدي قهوتنا تسبح. هذا حق رغد، كتب اسمي صح وربي كتبه صح. شوفوا هذا شيء مره خطير، مو باين. مسكين مسكين، انا مره حلو حلو. انا سمحت من ده، شوف مره خقيت جنن، ما احبه مات. طب الحين فجاه انا مره يعجبوني. هاي جايز، مره اشتقت لكم، مره وحشتوني. اي لايك ات، مره عجبني التفاعل على الفيديو الاول. بم طبعا هنا جبنا العسل وراح نحط عليه الالوان. اعطيني اللون الاسود، هذا اللون الاسود اغلى من حياتي يا جماعه، اغلى من حياتي. شفتوا؟ اوه صار موكس. ضبطت الحركه اخيرا. anyway شكلكم ما راح تشوفوا. اتس اوكي، هذا اسود ازرق واحمر، الحين راح الونه اسود. شوفوا لونه
يوم ما كنا احمر. يلا خلينا نجرب نحط. قلبت سوداء. شوفوا اكتبوا لي بالكومنت كيف اقدر اشيل الوان الطعام بليز. ضفت اللون الاسود ونقعد نخلط 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 نخلط. شوفوا والله العظيم مو غالي على الفاضي، يجنن صار اللون. شوفوا ما ادري كيف اوريكم. شوفوا الحين بجيب هذه العلبة. هنا تجيبوا علبة موية فيها موية. anyway ما راح اتوقع انها تخرب، ف نصب العسل اللي سويناه. نسوي اللون الثاني. لو هنا بحط اللون الاحمر. صراحة ما ادري كيف بيكون، يعني كيف بيطلع شكله من العسل. نشوف. واو شوفوا شوفوا كيف يجنن. كاميرا مال الزباله. هنا بنحط الاحمر بالقاروره. اوكي اوكي الحين مره قريب. طيب اوكي الحين اخر نوع نحط عسل. اوكي نضيف اللون الازرق. ممكن في صورة سنة فانيليا. طلعت فانيليا. شوفوا جبت اللون الازرق. نخلط 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 نخلط. Oh my god! أنا أعشق اللون الأزرق. سوري. إذا ما زلتوا تشوفوا هذا الفيديو بليز بليز لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بليز 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 جايز ادعموني. وهنا الفوكس جايز مدري. هنا علبة الموية. اطلعي. شوفوا اللون الأزرق كأنه أسود. مع هذه الأشياء أحس كأني حقت كيمياء. الحين هذه الأشياء اللي كلها كانها نفس اللون واحد. anyway guys هذه وهذه وهذه بنحطها 9 ساعات بالثلاجة. شوفوا يدين كيف عشانكم بس تلونت. ما أحب ألبس قرفس. anyway guys لا تنسوا اللايك والشير. أنت عارفين هذه الحركات. anyway يلا بحطها بالثلاجة. باي. هاي رجعنا لكم بعد يومين. لا بطء جدا بطء في الانتاج. المهم هذه الشكل النهائي. طبعا والله خلناه اكثر من 9 ساعات يا جماعه، بس الحقيقه يعني انتم خلوها 6 ساعات. اوكي بفك الاحمر. ايوه طيب الحين بدك طعمه. بجرب الاسود. طعمه حلو كانه في فدول في فدول من قوت. وفي نهايه هذا الفيديو اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وعجبكم الفلوق وبيعجبكم غصب عنكم. اوكي anyway فعلوا جرس التنبيهات وفعلوا اللايكات والكومنت وحطوا تعليقات. ترحمكم يا جايز. خلاص.